اهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قد ايه تاثير الاهلي والزمالك، شفنا قد ايه كل الساده الكبار النقاد شايفين قيمه الاهلي والزمالك كقوه ناعمه، وقيمه الترقب الجماهيري الكبير لمباراه 27 نوفمبر ان شاء الله، وباذن الله تعالى جماهير الاهلي تفرح باستعاده الاميره السمراء والتاهل ان شاء الله لبطوله العالم للانديه. لكن على ذكر ظروف الناديين، احنا عارفين ان الفرقتين تقريبا في ظرف واحد، ودي من المفارقات الغريبه. يعني موسيماني مش هو اللي حط قائمه الاهلي الحاليه، هو جه عليها ومؤكد له وجهه نظر فيها زي اي حد. باتشيكو في الزمالك عنده نفس الظروف، جه على القائمه اللي شغاله وجم في توقيت واحد، اجازه كورونا او ما بعد الدوشه اللي حصلت. اذا مدرب الزمالك اكيد عنده وجهه نظر في اللعيبه اللي موجوده، لكنه مضطر يستخدمهم في النهائي الافريقي، مش بالضروره يستبقيهم كلهم معاه في الموسم الجديد، اكيد هيغير، وده المؤكد اللي هيحصل مع بيتسو موسيماني في الاهلي. عشان كده لما من هنا طلبنا اتحاد الكوره الحلقه الماضيه ضروره النظر بعين الاعتبار والاهتمام لتوقيت القيد. القيد المحلي بتاعنا 11 و 19 نوفمبر، والمشكله ما زالت قائمه. وانا هنا عايز اقول لكم على حاجه، انا عندي كل الثقه في حسن الظن والتوجه عند اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره. لو في حاجه بتحصل ما بيبقاش في سوء نيه ولا سوء قصد ولا وضع عراقيل، لا خالص، بيبقى ترتيب ما نتيجه ممكن خبره اقل، نتيجه نقص رؤيه معينه في الحته الاداريه، نتيجه الصوره بالكامل مش واضحه. لكن لما بتتضح الصوره قدامهم في اكتر من موقف الحياه بيصوبوا اي خطا موجود، لانه مفيش مبرر ان انا اقفل القيد المحلي 19 نوفمبر واقول للاهلي والزمالك العبوا 27 نوفمبر، اللعيبه اللي انتوا هتستخدموها واللي هيفضلوا موجودين معاكم ل 27 نوفمبر غصبا عنكم هتستبقوهم للموسم الجديد، والا اي حد هتطلعوه بره القايمه لغايه 19 نوفمبر مش هتقدر تستعين بيه في نهائي افريقيا. ازمه ومازق ملوش اي معنى ولا لازمه. وقلنا ان في حلول كتيره قوي تقدر تحرك القيد، سمعت ان عنده فرصه انه يقدر يسجله 6/12، يحرك ميعاد غلق القيد المحلي ل 6/12. يا سيدي خليك ل 30 نوفمبر زي ما الاتحاد الافريقي عامل، او زود عدد الاستبدالات او عدد الاعارات، يعني عندك اكتر من فرصه لحل المشكله. لكن بهذا الشكل لا بتخدم الاهلي ولا بتخدم الزمالك، ولو صلحتها لا هتبقى جميله الاهلي ولا جميله الزمالك، لان بقول لك الاثنين في نفس الظروف، الاثنين مدربينهم جم على الفرقه ومؤكد ان ليهم وجهات نظر في اللعيبه اللي هيكملوا الموسم الجديد. بس حتى في الازمه نفسها الاقي القيد الافريقي الشتوي بقى، وده اللي لازم ننبه ليه من دلوقتي. القيد الافريقي بالنسبه للاتحاد الافريقي في بطولته هيبدا من 1 ل 30 يناير، يعني هياخد شهر يناير بالكامل، ده القيد الشتوي. يعني الاهلي او اي أو الاهلي او الزمالك او بيراميدز والمقاولين في الكونفدراليه، والاهلي والزمالك في دوري الابطال، ده الموسم الجديد، اللعيبه اللي هيضمهم جديد يقدروا يسجلوهم في يناير. طيب انت حطيت لي القيد المحلي او الافريقي من 1 ل 30 يناير، ده ميعاد الاتحاد الافريقي. انت كمصر هتفتح القيد الشتوي امتى بتاعك؟ 15 فبراير لمده شهر، ل 15 مارس. يعني انت مش هتستفيد كنادي مصري من فرصة القيد الشتوي خالص. أنت كنادي مصري مش هتستفيد بأي لعيب تقدر تجيبه في القيد الشتوي. أنت بتسجل وبتسيب خمس أماكن، أي أماكن هتسيبها مش هتقدر تضمها. ليه يا سيدي؟ أنت بتفتح الباب المحلي بتاعك الشتوي وأفريقيا هتكون قافلة بقى لها 20 يوم. طب الحل إيه؟ الاتحاد المصري لازم يحرك مواعيد القيد الشتوي تقرب من الفترة الأفريقية. يعني هو بيتكلم في الاتحاد الأفريقي من 1 ل 30 يناير، خد أنت يا سيدي الأسبوع الأخير من يناير ولغاية الأسبوع الأخير من فبراير أو المدة اللي أنت عايزها، بس في النهاية ادي مساحة زمنية متداخلة بين الاتنين، تخلي أي فريق مصري ضم لاعب في القيد الشتوي يدعم بيه صفوفه يقدر يسجله.
لكن بالشكل الحالي بالمواعيد اللي موجوده مفيش نادي مصري هيستفيد من القيد الشتوي في افريقيا. دي مساله كمان جايه نتمنى انه ينتبهوا ليها من دلوقت، ونحاول نظبط مواعيدنا مع مواعيد الاتحاد الافريقي، لان زي ما قلت لكم مؤكد ان هي لا غلاسه ولا رخامه من الاتحاد المصري ولجنته الخماسيه، بس ربما المساله محتاجه ضبط المواعيد مع بعضها شويه.